بغيتو تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو بك يا برج الجوزاء اللي ممكن تجري الرياح اليوم كما كتمنى، وما غاديش تعرض وظيفتك ومصالحك الاخطار. تخلص نفسك من المساله على ماضيك، ما تنتظرش الافراط ساعات العمل الاضافيه الى الارهاق والتراجع في وضعك الصحي. وفي حياتك الخاصه هذا اليوم مهم بزاف وممكن يحمل لك نجاح باهر، شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمه ومسؤوليه. وانت يا برج الثور، نظم اعمالك وراقب ارقامك وحساباتك، وما تعولش على الحظ، وربما عليك الانسحاب او الانعزال للتفكير في بعض الأمور. حذاري انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية انت بغينا عنها، وعاطفيا كتكون جريء في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح. وندوزو دابا عند برج الحمل اللي كيحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة اللي غادي تدفعك لإعادة النظر في بعض مشاريعك. وما تتوقفش من ممارسة الرياضة، كل الخير إلا إذا قمتي بها كما هو مطلوب منك. أما عاطفيا التعاون جدي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك كيتبت العلاقة بيناتكم وغتبان الصورة أكثر وضوح من السابق. اليوم برج العذراء كيقول كتزاد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وكتقدم أفكار جديدة ومبتكرة غادي تنال إعجاب المسؤولين عنك وغادي يمنحوك ثقتهم الكبيرة. إلا كنتي عاجز على ممارسة أي نشاط رياضي فخذ وقتك للاسترخاء باش تستنشق الهواء. وفي حياتك الخاصة خطوات إيجابية كتعزز وضعك العاطفي، كن مستعد للأيام المقبلة فهي غادي تكون أكثر إشراقا مما كتوقع. برج الاسد اليوم كيسلط الضوء على دور بعض الصداقات، وغادي تشهد الايام المقبله تغيرات في مراكز غادي يحتلها رؤساء لك، وغتولى انت مركز مهم. الا حسنتي تقسيم وقتك كما يجب فانك غادي تلقى امامك عده ساعات فراغ الاهتمام بالشان الرياضي. وفي حياتك العاطفيه ممكن يصعب عليك مسيره الاوضاع، لكن الامر ضروري ما ديرش تغيرات. وانت يا برج السرطان، هاد اليوم ما توقعيش عقود وما تحسمش الامر، وحضر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء اللي كينتظروا منك اي هفوه للانقضاض عليك، والاضطرابات الصحيه اللي ممكن تظهر فجاه لابد من اخذها على محمل الجد. وعاطفي لقاءات ونقاشات مثمره، وخصوصا الجهه تحديد مسار الامور مستقبليا وعلى نحو يضمن لك والشريك حقوقكم كامله. برج القوس اليوم غادي يطراو لك مفاجات كثيره وساره وما كنتيش متوقعها، غتزيدك اندفاع واقدام على تنفيذ الخطوات اللي انتها وكنتي بانتظار الضوء الاخضر لبدء بها. وانت اليوم بحاجه اكثر من اي وقت مضى للراحه والاسترخاء لان اعصابك متلفه. اما عاطفيا الغموض وكثره الاسرار ممكن يولدوا بعض الشك عند الشريك، وهذا يقدر يكون عنده انعكاسات سلبيه قريبه. اما انت يا برج العقرب فكيمنحك هذا اليوم مزيد من الخيرات الكبيره والمفيده، وغادي تعزك قدراتك بحال حاله بعض الامور العالقه في المجال المهني، لكن ما ترهقش نفسك في ممارسه الرياضه بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لانك ممكن تؤدي نفسك وفي حياتك العاطفية. التواضع غادي يساعدك في بناء اساس متين من اجل مستقبل افضل، كما انه غادي يجعلك محط اعجاب الشريك وتقديره. والزهر اليوم كيقول لبرج الميزان غادي يحمل الوعود الكبيره والاخبار الممتازه والظروف الاستثنائيه اللي غادي تسهل عليك مهمتك، وغتكون على قدر المسؤوليه الملقاه على عاتقك. ما تعلقش امال كبيره على الحميه فقط للتخلص من البدنه، بل لازم عليك ممارسه الرياضه ايضا. عاطفيا افتح قلبك للشريك وصارحه بكل ما كاين تابك من مشاعر وشكوك، فهو كيتفهم كل كلمه وكيدرك تماما حقيقه مشاعرك تجاهه. وانت يا برج الحوت ممكن ما تكونش مرتاح البال، والسبب كثره المشكلات العمليه والضغوط اضافه الى مطالب ارباب العمل المتكرره اللي كترهقك. معدتك الحساسه كتحتم عليك الانتباه لنوعيه الطعام والتخفيف من تلك التي تتسبب لك مشكلات صحيه. في حياتك الخاصه اليوم مناسبة مشاركة الحبيب أحلامه لعل رحلة أو مشروع غتقوموا به غيعزوا الروابط. وصلنا لك يا برج الدلو، عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكون على اطلاع على الشروط اللي كتفرض عليك في العمل وناقشها مزيان. ما تاخذش القرار النهائي بشأن توقف عن ممارسة الرياضة فأنت الخاسر. أما عاطفيا كتشعب شخصية مميزة لكنك كترتبك إزاء متغيرات ممكن تحصل فجأة في هذا الوقت. غنختموا بك يا برج الجدي لفرص النجاح عالية جدا وغير متوقعة، وغتصبح الحدود قوية بزاف الفوز بالمنصب اللي كنتي كتسعى ليه. جدد نشاطك وانطلق في رحله بحريه وبريه وفي سفر للسياحه والترفيه. وفي حياتك الخاصه لازم تعمل بجهد اكبر باش تنجح علاقتك بالشريك وتقضي معاه العمر كله. الى هنا كتنتهي ابراجنا لهذا اليوم، غادي نودعكم حتى نتلاقاو مع ابراج غدا. تبقاو على خير.